اسمه ارتيزانار، بنلعبوا موسيقى في الشارع كيما ترى. الكونسيبت نتاعنا هي كونها الستريت ارت بصفه عامه، فن الشارع بصفه عامه، يكون عنده قيمه وعنده قدر، وفما شكون يعمل له احاطه، وفما شكون يتلهى بيه، وفما شكون ياثروا، وفما شكون يوفر له وين يبرفوا العباد هذوما اللي ما عندهمش كارت بروفيسيونيل، على خاطر فاست كارت بروفيسيونيل هذيا حتمة الناس الكل سامحني، خاطر هي الموسيقى هوايه والفن توسكي حاجه اسمها فن هوايه، ماهيش نمشي معاك لازم واحد يتعلم، اما راهي هوايه قبل كل شيء، معناها ما تجيش تقصي الهوات وعلى اساس ما عندهمش كارت بروفيسيونيل. ثاني حاجه المضايقات خويا، انا كي نبدا نلعب موسيقى في الشارع يجيني بوليس، معناها باش يعديني على التشرد ولا يعديني على تسول، ومن بعد تولي معناتها في بوشوشه تحليل عزطله وكالحكايه هذوكم كل يتوراو من جره انا وهزني معناتها نلعب في الموسيقى في الشارع. انا راني قاعد نلعب في الموسيقى في الشارع مش نعمل في اجرام، وهذا يبين نحن حابين نقولوا رانا ما نخافوش لا من تيروريزم اللي خوفوا فينا بهم ولا من حتى شيء. ديجا الجروب اسمه ارت ايزانار، الفن هو السلاح يعني. وبالنسبه اللي نحبوا نوصلوه احنا كجروب، راهو يهزنا البوليس، نعملوا التزام في المركز هذاك، نمشوا لبلاصه اخرى، نمشوا لبلاصه اخرى، نمشوا لبلاصه اخرى، لنهارت ما عادش يهزنا بوليس جمله، والحمد لله تو مالنا احنا ولاو برشا جروبات اخرين يلعبوا موسيقى في الشارع. كونسيبت باهيه. بالنسبه للفلوس اللي مثلا نحطوا، معناتها هي موجوده في الاوروب قبل ما نخدموها نحن. بالنسبه للفلوس تتحط هذيك راهو مش معناتها رانا نساسي، نحن رانا مغرومين بالموسيقى وما عندناش خدم، يعني يتقطع عنا كورد نتاع جيتار، يتكسر انسترومون ميوزيكالك، الفلوس هذيك تعاوننا باش نشريو الانسترومون هذاك ونواصلوا نعملوا موسيقى في الشارع.